اهلا وسهلا بحضراتكم. تغطيه جديده من موقع صدى البلد الاخباري. طبعا النهارده في تغطيتنا بنتناول اخبار القلعه الحمراء النادي الاهلي، طبعا تفاصيل وكواليس كتير جدا في النادي الاهلي، وطبعا صفقه المهاجم السوبر اللي طبعا لا حديث يعلو فوق هذا الامر داخل اروقه النادي الاهلي في التوقيت الحالي. تفاصيل وكواليس كتير طبعا حول هذه الصفقة وغيرها من الأمور اللي تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هنتابعها مع حضراتكم في هذه التغطية. في البداية الحقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان عقد اجتماع طبعا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وده كان لمناقشة ملف صفقة المهاجم الجديد اللي هيتم طبعا اختياره لينضم حديثا في النادي الأهلي. حول هذه الصفقة كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الاجتماع وأعلن أنه تم عرض بعض الأسماء المهاجمين على مارسيل كولر مع إمكانية رفع السعر المحدد لضم مهاجم جديد عشان يعني طبعا يكون في اسم أو قيمة مضافة للمهاجم اللي هيكون موجود داخل النادي الأهلي. لكن الحقيقة كانت المفاجأة أن مارسيل كولر طلب من الخطيب أنه يعني يتركه كده شوية يتابع ويراجع وينظر في العناصر الموجودة في الفريق قبل ما يقرر هيجيب مهاجم جديد ولا لأ، وكمان انه هيخبره في شهر يناير القادم، يعني الموضوع مؤجل مش هيبقى في السيزون الحالي اذا كان هو عايز مهاجم جديد ينضم للسكواد الموجود داخل النادي الاهلي ولا لأ. ده من ضمن الكواليس اللي دارت في هذا الاجتماع. كمان كابتن احمد شوبير كمان اتكلم عن ان في غياب لكهربا في اول 6 مباريات بالموسم الجديد، وطبعا بسبب الايقاف عقوبة الايقاف المفروضة على كهربا. ونيجي بقى للنقطة الاهم اللي هي يعني حديث السوشيال ميديا وجماهير النادي الاهلي، انضمام اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا. حصل تفاصيل كتير جدا وحصل كلام كتير جدا، اللاعب جاي النادي ولا لا، هو موجود في نادي في كوريا الجنوبية في التوقيت الحالي، ويعني ترددت انباء انه خلاص وقع، لا لسه ما جاش، لا جاي، كل ده امور لسه لم تحسم حول هذا اللاعب، اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا. اللاعب الحقيقة كان وافق على الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، لكن كان بيتبقى فقط المفاوضات مع النادي الكوري. واللاعب سوزا ما عندوش أي مانع الحقيقة إنه يكون موجود في شهر ديسمبر القادم مع النادي الأهلي، أو يعني في تعاقدات يناير يعني. والنادي الأهلي من ناحيته كان قدم 50 ملف لمهاجمين لعرضهم على مارسيل كولر، كان من ضمنهم طبعا سوزا وغيره من المهاجمين عشان يختار ما بينهم، عشان يبقى قدامه حرية كبيرة ومساحة كبيرة جدا في اختيار المهاجم اللي كولر يفضل انه يكون موجود مع النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة. كمان مارسيل كولر أشاد باللاعب صلاح محسن مهاجم الفريق، وعنده نية الحقيقة من الواضح كده إن هو يشركه كأساسي مع الفريق طبعا بعد تقديمه مستويات رائعة خلال التدريبات. أيضا الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج بلس 90 أكد إن سوزا المهاجم البرازيلي هو المطلب الرئيسي للمدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، وبالفعل اللاعب وقع مع نادي الأهلي، لكن مدرب فريقه فريق كوري طبعا هو اللي بيتمسك بوجود اللاعب في التوقيت الحالي ده، على الرغم الحقيقة إن اللاعب بالمناسبة يعني كل اللي متبقي له في عقده ما يزيدش عن 3 شهور،
يعني من الأفضل للفريق الكوري إن هو يعني يتم الصفقة مع النادي الأهلي لأنه مش متبقي له كتير، لكن اللي حاصل لحد دلوقتي إن المدير الفني للفريق الكوري متمسك بهذا اللاعب البرازيلي. كمان أمير توفيق مدير تعاقدات بالنادي الأهلي من المفترض أنه على تواصل مستمر مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وده لحسم صفقة المهاجم الجديد. وفي كلام أنه كولر بيطالب بضم سوزا اللاعب البرازيلي، وفي لاعب آخر في الصورة يعني قد يتم الاتفاق معاه، لكن لحد دلوقتي اللي ظاهر في الصورة بشكل كبير جدا هو اللاعب البرازيلي سوزا. من ناحية تانية كشف أحمد حسن طبعا نجم الكرة المصرية ونجم منتخب مصر الأسبق إن النادي الأهلي بيسعى للتعاقد مع المهاجم جون إيبوكا، ده يعني ضمن لعيبة كتيرة جدا مطروحة على النادي الأهلي خلال هذه الفترة. وقال إن يعني ده قد يكون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل إغلاقها، وإنه مش هيتم الانتظار ليناير. يعني إيبوكا على عهدة كابتن أحمد حسن في التصريحات اللي كتبها على الفيسبوك إن إيبوكا قريب جدا من النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، لكن في انقسام داخل مجلس إدارة النادي الأهلي حول هذا اللاعب. نجيب إيبوكا؟ لا ما نجيبش إيبوكا، لا ننتظر لما نتعاقد مع سوزا. كل دي لسه تفاصيل دايما عارفين إنها بيتم حسمها في اللحظات الأخيرة، يعني مش بشكل سريع لكن في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد هيكون يعني في أكيد حد من الاثنين هيكون ظاهر بالصورة بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي. من ناحية تانية في أزمة جديدة بتواجه النادي الأهلي، الأزمة دي الطرف الثاني فيها هو اتحاد الكرة المصري، وده بسبب مباراة السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها في منتصف شهر سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية. نادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بأنه يعني يتم إعفاء لاعبيه من التواجد في معسكر منتخب مصر الوطني طبعا خلال شهر سبتمبر الجاري، وتمسكت إدارة النادي الأهلي باللاعبين الدوليين وأنهم يكونوا متواجدين في مباراة السوبر الإفريقي باعتبارها طبعا مباراة مهمة جدا ويعني بطولة جديدة بيسعى النادي الأهلي إلى تحقيقها، خصوصا ان إدارة النادي الأهلي شايفة من وجهة نظرها ان يعني منتخب مصر يعني بنسبة كبيرة جدا خلاص يعني المنتخب حسم تأهله بالفعل الى نهائيات أمم أفريقيا، ومباراة إثيوبيا دي يعني هتكون مجرد مباراة تحصيل حاصل، يعني مش لازم بقى يكون لاعبين الدوليين طبعا اللي بينتموا للنادي الأهلي يكونوا موجودين في هذه المباراة، خاصة ان الفريق عنده مباراة مهمة زي المسؤولين نادي الأهلي ما بيقولوا. لكن الحقيقة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول طبعا اللي حصل ان هو تجاهل تماما مطالب النادي الأهلي واستدعى الأربع لاعبين اللي ضمهم من النادي الأهلي خلال معسكر سبتمبر الجاري، وطبعا النادي الأهلي حصل تصعيد بينه وبين اتحاد الكرة وأرسل خطاب لاتحاد الكرة هدد خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري طبعا على خلفية انه يعني مش هيبقى بكامل قوامه في هذه المباراة. روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بيرى ان مصر في التصنيف الخامس ونيجيريا في التصنيف السادس، وفي حالة ان منتخب مصر خسر مباراتي إثيوبيا وتونس مصر ممكن توصل للمستوى السادس، وهنا ممكن يتم استبعادها من صدارة المجموعة بسبب إن كوتيفوار هتنظم البطولة. فالراجل برضو بيفكر
المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا ان هو عايز يحسن من تصنيف المنتخب من خلال المباراتين القادمتين، وبالتالي هو مش عايز يخسر. الراجل عنده مبرر لانه عايز يحافظ على تصنيف المنتخب، لان طبعا كل المباريات ما دام المباراه رسميه ومهمه وفي الاجنده الدوليه بالتالي هتكون مؤثره بشكل كبير جدا على التصنيف للمنتخب. والراجل من وجهه نظره شايف انه ما يفرطش في هذه الفرصه. ايه اللي يخليه يعني يبقى في احتمالات انه ينزل؟ لا، هلعب بلاعيبتي كلهم الاساسيين وهلعب بكل المجموعه اللي انا بعتمد عليها بشكل اساسي. هنا في وجهه نظر وهنا في وجهه نظر. الاهلي شايف ان هو عنده بطوله، منتخب شايف ان هو عنده مباراتين مهمتين، يعني مباراه اثيوبيا ومباراه تونس. في النهايه بالتاكيد يعني الازمه اللي دايره دي هيحصل نوع من التوافق ما بين الجانبين، ما بين اتحاد الكوره ما بين النادي الاهلي، لان في النهايه هنا في مصالح للكره المصريه وهنا ايضا في مصالح للنادي اللي هو عنده اللعيبه اللي هي موجوده بشكل اساسي او اساسيين في المنتخب. لازم هيحصل تفاهمات ولازم هتحصل جلسات وموائمات ما بين الجانبين خلال الفتره القادمه. طبعا اللاعبين الاربعه اللي بنتكلم عنهم هم افشه وياسر ابراهيم وحسين الشحات و كهربا، لكن يعني مش عارفين الأمور هتوصل لفين. دي كانت أبرز الأخبار والتفاصيل الخاصة بالقرعة الحمراء النادي الأهلي. نشكر حضراتكم طبعا على حسن المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى من موقع صدى البلد.